فما إشكالية كي باش يتم التطبيق. أنا تو معاه راهو مي هل حاضرين؟ هل الدولة حاضرة باش تطبقوا ولا لا؟ ولا باش نبداو كي العادة دبرت وريقة وطبع لي وريقة ونطبع لك وريقة؟ ما نحن قويين في المسائل هذه يعني. كان باش نبداو في تطبيقه في بلديات وباش تدخل البلدية وكذا، وهل فما فعلا حزم في الموضوع؟ خاطر يلزمه هو بيدو التطبيق نتاعو، يلزمه لوجيستيك كبير مش لعبة يعني، توصل حتى ولاية ومن بعد العقوبات نتاع انك منعك من العمل اذا كان مت معناتها ما تبداش ما تستظهرش بالواحد يعني. ولهنا راهو لهنا لي فيرسيون متضاربين، خاطر حتى كيف سالنا وزاره الصحه يقول لك لا ما فماش عقوبات. في المرسوم تلقى اللي فما العقوبه تعليق العمل ومنعك الاجر في اليوم هذاك هو عقوبه. هذاك معناتها شنو يمنعك من العمل وفي القطاع الخاص كي تقعد نهار واثنين وثلاثه ما تخدمش براتيكمون ينجم يؤدي للطرد.